السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنوفر فلوس وهنعمل سندوتشات الجمبري بتاعت بره زي ما احنا بنجيبها بالظبط، في نفس الوقت طريقة مميزة، في هاي ديفرنس عن اي طريقة احنا جربناها قبل كده او نعرفها من خلال تجارب ناس كتيرة جدا خدوا من الوصفة دي، بجد شكروا فيها جدا. واما انا كنت بعملها كانت بتبقى وهمية جدا، وبإذن الله يعني هتطلع نتائج كده مظبوطة معاكي، ما فيهاش اي غلطة، ومش هيتفرق معاك عن بتاع برا اطلاقا، ويبقى مميز، وهتلاقي نفسك موفرة فلوس كتير ان شاء الله. لسه بقى يا جماعة جديد ينزل يعمل اشتراك وتفعيل الجرس، وياريت كل اللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة معايا. اول حاجة يا جماعة، نص كيلو جمبري زي ما انتم شايفين، انا طبعا شايل الحبل الرملي من غير ما بهدله، شايله بملقاط يا جماعة، تمام، عشان ما يتبهدلش معايا ويبقى مفتح كده من داره ويبقى مش مظبوط، تمام. وغسله بس كده بمية وليمون فقط لغير لمدة بس دقيقتين، مش اكتر من كده. مبدأ اللي ناخده في كيس تلاجة كده فاضي اهو زي ما انتم شايفين، اي حجم معاك يفرق، ما فيش اي مشاكل، كل حاجة هتمشي معاك ان شاء الله. اللي متوفر عندك اشتغل بيه، وانا هقولك شوية ملحوظات هتفرق معاكو جدا، عشان الناس اللي بيطلع معاها الجمبري مصمل ومش مظبوط وبيطلع بيشد معاه، تمام. فهنشوف بقى ايه الملحوظات دي وازاي يطلع لون واحد. بنشوف الناس على القنوات بتحط صور مصغرة حاجة، هو في الطبيعة حاجة تانية خالص، فبإذن الله هنشوف كل الملحوظات دي ونعرفها مع بعض. معلقة صغيرة بابريكا لنص كيلو الجمبري، عليها نص معلقة صغيرة توم بودرة، تمام. وبعد كده معايا معلقة صغيرة شطة، تمام. وبعد كده هنزل بنص معلقة صغيرة فلفل اسود، تمام. فلفل اسود عادي متوفر عندك، فلفل ابيض تقدر تشتغل بيه، ما فيش اي مشكلة من المشاكل خالص، تمام. بعد كده هننزل بمعلقة صغيرة ملح، ملحه كان مظبوط جدا، معلقة صغيرة ممسوحة، ما تكونش معلقة صغيرة هرمية عشان ما يبقاش حادق معاك، تمام. ده عشان كانت هرمية معايا فشلت الزيادات، تمام. اي حاجة بعملها بتكون مميزة من التانية، لان في نسبة وتناسب يا جماعة، محدش يقول انت بتكرر حاجة او كده، تبقى في نسبة وفي تناسب. بتعمل ساعات فراخك في البيت او اي حاجة المشوية، زودت طعم حاجة بتلاقي الوصفة اختلفت، غيره اختلف، فده انطاق يعني وكده. نزلت بعد كده بربع كوباية مية ساقعة، تمام. السمك الحدق بتاعه كان مظبوط جدا يا جماعة، وما كانش فيه اي مشكلة، تمام. معايا ببدأ اللي انا كده دايركت بايدي، وببدأ اللي انا اوزعهم كده كويس جدا اهو، وبالراحة كده عشان ما يتهرس معايا، لان بيبقى ناعم خالص، مختلف طبعا عن الفراخ او كده، وعايزين بس نغلف كويس جدا، تمام. بعد كده هنحطه في التلاجة، ممكن مثلا تسيبيه يوم كامل مفيش اي مشاكل، ممكن تشتغل فيه بعد ساعة بعد نص ساعة على حسب. انا عن نفسي سبت يوم كامل، تمام، فعشان كده ما افورتش في البهارات، وكان مظبوط جدا 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 جدا. معايا بعد كده كوباية وربع دقيق ما فيهاش اي حاجة، بنزل بالجمبري عشان في كم ملحوظة كده في حتة البريدنج بتاع الجمبري هنعرفها ان شاء الله مع بعض. بس يا جماعة يا ريت كل الناس تعمل اعجاب للفيديو ده، عشان يعني الواحد يستحق في الفيديو ده الاعجابات، لان انا ما شفتش برضو حد مطلع الجمبري كده. والفيديو ده انا بيه هكمل او مش هكمل في القناة بسبب شوية ظروف كده، فانا هشوف قد ايه حد عايزنا اكمل او اللي مش عايزنا اكمل في غيره. انا عامة ما كنتش فاتح القناة اللي انا محتاج دخل او كلام من ده، لان هي الحمد لله على كل حال، بس كنت حابب ان انا اساعد الناس، او لفترة اللي انا لقيت نفسي لوحدي وعادي، فيعني الحمد لله على كل حال. فبالفيديو ده هشوف قد ايه حد كم عايزنا اكمل، وهيبقى ماشي بالنطاق ده ان شاء الله، تمام. انا بقلب يا جماعة من تحت لفوق كده، تمام، ولاحظهم اللي انا ما بقرص على، انا ببقى ضامم ايدي على، انا مهوي ايدي خالص. الجمبري لازم تهويله ايدك، لو مسكت زي ما بتمسك الفراخ او الاستريبس او اي حاجة مش هيبقى كويس معاك، وهيعمل اشكال مش مظبوطة، لازم ايدك تبقى مهوية معاك.
تمام، تبقي فرد ايدك مخليها جاية بزاوية كده من تحت معايا يا جماعة. والسبب في الكلام اللي انا بقوله، اصل بنحب نتابعك عشان طريقة كلامك بعيد عن شغلك، فمعنى كده اللي هو يعني شغلي مش كويس مثلا، او اللي انا كلامي مثلا بيضحك او ايه بالظبط، فده من ضمن العوامل اللي انا شفتها واللي خنقتني اصلا. فانا بالفيديو ده هعرف كم حد عايزني اكمل او كده. بصوا يا جماعة، الجمبر عاوز راحة وتقلبي بالراحة، تمام؟ اه شايفين، بحرص جدا، ما تقلقش والله ما ياخد منك وقت ولا حاجة. طيب يا محمد، لو انا عندي جمبر صغير هعمل ايه؟ يكون معاك مصفى وتهز فيها، تمام؟ انا معايا مية ساعة، باخد كل واحدة ثواني وبطلع. انا بعمل معاكم ملحوظات والله يا جماعة بما يرضي الله، يعني مفيش حد بيقول الكلام ده، تمام؟ واحدة ورا التانية زي ما انتوا شايفين كده اهو، شايفين قد ايه يا جماعة الدنيا معانا سهلة ولا فيها اي صعوبة ولا اي حاجة. لازم كل واحدة كده على حدها. طيب يا محمد، لو انا عندي جمبري مثلا صغير او كده، يبقى انت مثلا بالمصفى اللي معاكي فهتساعد معاكي الدنيا، تمام؟ وكم تقليب كده وان انت تنخله بالمصفى فيبقى كويس معاك. طبعا الزيت معاك سخن جدا، وتقوم وقت ما تنزل بالجمبري هتهديه. انا بقوله كل حاجة لها ملحوظات، لان انا تعودت اللي انا راعي ربنا في اي حاجة. خبرتي لازم اديها للناس كاملة. الاحتكار مش كويس، اما حد يحتكر لنفسه حاجة مش كويس، لازم الواحد يساعد غيره. وده المبدأ اللي انا فضلت ماشي بيه مع الناس، حتى لو بدفع في الوصفة 400 و500 جنيه عشان اعرف الطريقة، بس ما بخلش عليها على الناس. وفي ناس كتير شافت الموضوع ده قدامها وتأكد على كلامي، عشان انا ما بحبش اضل حد في وصفة ولا اكذب ولا ظبط الوان مثلا فيديو او كلام من ده، انا بتجنبه تماما، وزي اي قناة تانية اكله وما يشافش وبنظبط الالوان، فده اللي بيجذب المشاهد. لكن انا عمري والله ما عملت الفكره دي، كان بس الكلمتين دول، معلش لو انا طولت، بس كان لازم اللي انا اقوله. طبعا يا جماعه، بعد ما نزل كله في الميه ورجعت تاني على الدقيق ثواني، بقلب طبعا براحه ايده خالص، بالذات في الجمبري، تمام؟ انا قلت لك لو الجمبري بتاعك يعني مثلا انت ما عندكش الا صغير هينفع معاك والله، ما فيش اي مشاكل، والدنيا تبقى كويسه ومش هيكش والله، زي ما هو زي ما هو، ولو كش على ضمانتي، تمام؟ طبعا بنقلب لحد ما نلاقيه جمع قشور كده في ايدنا، وانت بالمصفى هتساعد معاك. كنت بختبر بس يا جماعه الزيت، انتوا عارفين ان الزيت معايا نوع تقيل، وناس سالت نوع تقيل يعني ايه؟ لا مد تقيل، مش عارف اقول دسم ولا ايه بالظبط، بس والله ما بعرف اتقال على ايه، تمام؟ اهم حاجه الدايره بتاعت فتحته من تحت مظبوطه، مش لامم في بعضه عامل زي الاقراص، تمام؟ عشان نشوف كل حاجة، عشان الناس اللي بتكذب محمد ومحمد جايب حاجة من برا وبيشتغل، تمام يا جماعة؟ شايفين ما شاء الله، انا بقول لكم مراعاة اي ملاحظة ليه، عشان الجمبري ما تلاقوش رلي معاك في بعض وعامل زي كورة انت بتجيبه من المطعم، بتلاقي واخد شكله، مش الكفر مغطوه لمه في بعض وعامله زي دايرة، عشان بس تبقوا شايفين كل حاجة. واعتمدوا بالملحوظات دي، حبيت اللي انا اوضح للناس ملحوظات الجمبري الصغير بتبقى النطاق بتاعها ايه، والناس اللي هتستعمل وسط او كبير فيبقى برضو النطاق بتاعها ايه، تمام؟ انت لو عندك قلاية كهربية 170 3 دقايق على البوتاجاز، قلت لك زيتك سخن، ووقت ما تنزل بالجمبري تهدي عشان ما يتلدعش معاك، تمام؟ بياخد 3 دقايق بس، مش بياخد اكتر من كده. هنشوفه بقى يا جماعة بعد ما استوى، وبعتذر برضو المرة المليون لو انا طولت الفيديو عشان الناس اللي بتكذبني. بسم الله ما شاء الله قدامكم، تمام؟ ولا ملزق في بعضه ولا اي حاجة، والكفر بتاعه جميل جدا وناعم ومش يكسر اسنان او اي حاجة، كل حاجة مظبوطة جدا معانا اهو. هنبدأ اللي احنا نشيله مع بعض، بسم الله ما شاء الله قدامكم كل حاجة اهي، والقشرة بتاعته طبعا هم احطه على البلانشة، هنشوف الشكل اوضح.
انا معلش يا جماعه، بصور بلنس 50 مللي، فمش مدي لي حقي. 50 مللي ده مش كويس الا في الفيديوهات اللي الواحد بيتكلم فيها، انما غير كده فمش كويس خالص. بحس اللي هو زي التليفون بالنسبه لي. تمام، شايفين ما شاء الله يا جماعه. طبعا انا من بعد فتح العدسه، فانا باذن الله هضيقها شويه عشان نشوف الكفر عامل ازاي بالعزل ان شاء الله. تمام، شايفين يا جماعة ما شاء الله عامل ازاي اهو، ومش رال في بعض ولا عامل شكل كورة، لا واخد شكله ومحتفظ بالمركز بتاعه اهو. هنبدأ بعد كده يا جماعة نعمل بقى السندوتشات بتاعته. اهم حاجة بس انتوا بتشوفوا الشكل قدامكم اهو عامل ازاي، واضح جدا، واللون عامل ازاي وكل حاجة عاملة ازاي. فنشوف بقى نعمل ايه. طبعا يا جماعة معايا ببروني، انا ما استعملتش حاجة غالية في الوصفة دي عشان تبقى كل حاجة في مقدرة الناس. ومعايا خس كابوتشا مقطع وشرايح كده، معايا خبز اللي هو الفرنساوي ده. هبدأ اللي انا انزل بمايونيز. تمام اهو زي ما انتم شايفين انا كنت سايبه في التلاجة، وببدأ بظهر معلقة واساويه، وبجيب من تحت وبغلف من فوق. وطبعا انا بقوم مظبط، بس لو خارج مثلا على حواف استندوتش من بره، بقوم اللي انا ايه مثلا شايلها او كده، او مسحها باي وسيله عشان ما تخليش شكله مش كويس. تمام، فانا رصيت رصه خس وكده. بعد كده نزلت بالبيبروني، والبيبروني طبعا بيعمل فيه طعم كده معادله ما بينه والجمبري رهيب جدا. تمام اهو، ببدأ اللي انا ارص الجمبري. شايفين شكله يا جماعة؟ لا معدل في الوان ولا اي حاجة، وما شاء الله شايفين كل واحدة محتفظة بشكلها ازاي. بس انا بظبط سوا في الساندوتش عشان الساندوتش ما يبقاش فتح بقه بالزيادة. العش ده خراب بيوت قسما بالله. فزي ما انتم شايفين كده اهو شكله تحفة جدا ورهيب، والله ما هتجيبه من بره اقل من حاجة و70 جنيه من مطاعم اللي هي العادية، انما الكبيرة والله ما هتجيبها اقل من 100 وشوية مع البطاطس مع البيبس. تمام اهو، هخلص بقى الكمية يا جماعة وارجع لكم. انا حبيت بس اطول في الملاحظات، انما في الحاجات بقى اللي لكل فرد مننا ليه ذوق فيها، حبيت بس ان انا اديلكوا فكرة واكمل الباقي. خلصتهم هم شكلهم تحفة جدا. عامل معايا 4، بس الرابع كنت حبيت ان انا اجربه في الاول قبل ما اكمل الوصفه لانه رهيب. تمام، اديت له كده جبنه موتزاريلا من على الوش. تمام، دي اختياريه، وببدا ان انا احطه في الميكروويف اهو، قعد معايا 2 دقيقة او ممكن في شوايه. السلام عليكم.